يعني أن مشروع المدى الطويل يعني مع الناس اللي داخل الجزائر وخارج الجزائر باش يكتشفوا سياحة في ولاية مستغانم تقوم بتصنيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. هناك جهاز آخر اللي كشفنا عنه من قبل تكون عندكم مع ولاية مستغانم مع سيد الوالي وهو مشكور على المبادرة هذه. Donc mon projet c'était de concepter un centre commercial ici à Mostaganem vu la naissance touristique et économique de la ville. J'espère que j'étais à la hauteur. Inch'Allah on va progresser.